يعقوب النويصر وجولي دكور رح ينضموا إلنا حاليا حتى يشاركونا بمبادرة متلائمة مع الظروف، ممكن عنوانها تصوير من الفصح حتى الفطر. رح ينضموا أكثر ليشرحوا لنا كل التفاصيل. يعقوب وجولي تحياتي لكما ورمضان كريم. مرحبا مصطفى. تعال نبلش من عندك يعقوب. يعني الفترة صعبة على الكل، مرينا خلالها بعيد الفصح، عم نستعد لاستقبال الفطر بعد أسبوعين ونص تقريبا بعد انتهاء الشهر الفضيل. قررت أنت وجولي بتعاون إبداعي بسيط وعفوي أنه تعملوا مشروع. صحيح، أعطينا التفاصيل. هيك صراحة الإشي بلش بالأساس بفترة الحجر الصحي، من حاجتي بأنه أبدع وأنتج، لأنه إحنا الناس متعودين على الإنتاج وعلى العمل المستمر. فبلشت أعمل شغلات من ولا إشي، من الشغلات المتوفرة، إن كان بالطبيعة إن كان بالحارة بالمحلات القريبة علي. بلش الإشي بالفصح بهدف إنه كمان أتواصل مع المتابعين على الإنستغرام، وبهدف إنه كمان الأهل والأولاد يعملوا فعاليات مشتركة اللي هي فعاليات إبداعية، برضو من أمور كتير بسيطة. عملت شغلات خاصة بالفصح، وبعدين أجا رمضان فبنيت ديكور معين بالبيت، وبعد ما بنيته بلشت أفكر كيف ممكن أبلور في الفكرة أكثر وأعمل تواصل مع فنانين مختلفين من الوسط عنا. فبداية كان التواصل مع مسرح الحنين، مع الوالد لطفي نويصر ومع أختي حنين، اللي بادرنا بإنشاء زي حلقات تصويرية لفكرة الحكواتي اللي فيها راح يبثوا قصص على مدار شهر رمضان من الصفحة تبعتهم. وبعدين حبيت أتواصل مع جولي، وهي أول مرة إحنا نتعامل مع بعض، فكانت تجربة فعلا رائعة. اللي حاولنا كمان، وجولي إسا رح تشرح أكثر، نأخذ فحوى رمضان هذا الشهر الكريم ونحوله للوحة فنية. يلا جولي اشرحي لنا أكثر. أوكي، أنا أول ما حكى معي يعقوب بعث لي صور الست اللي بناه، أو تعال نقول الزاوية اللي بناها لرمضان. أول إشي كان واضح بهاي الزاوية إنه فيها إشي كتير شرقي بس بنفس الوقت مودرن أو حديث، اللي بيختلف شوي عن شو إحنا متعودين بالنسبة ل. عم بتقولي يعني فيه أصالة شرق، يعني الفايب الشرقي موجود لكنه عصري أيضا، بنفع يكون مودرن. بالضبط هيك إشي. لما حكينا قعدنا نفكر بأنه بدنا نشتغل مع مودلز، يعني رح يكون التصوير باشتراك صبيتين، وبرضو اشتركت معنا صبية اللي عملت كعكي، كانت كمان زي بروبس بالتصوير. من خلال السيت أو الأشياء اللي كانت موجودة حاولنا نعزز نقول العوامل اللي احنا كبني ادمين بنحسها برمضان بشكل ملموس او محسوس كثير، مثل الوقت، القرابه بين افراد العائله، التامل والروحانيات. فحاولنا ناخذ الست مع الصبيتين اللي اشتركوا معنا بانه نبني لوحات فنيه اللي بيعبروا عن هاي العوامل من خلال صور اللي هي مش كيف احنا متعودين ولا بتنقول مفهوم ضمنان. ممكن نورجيكم صور فبكون واضح اكثر شو يعني مفهد. من بدايه حديثكم كمان ايضا جمهور مشاهدي البرنامج عم بيشوفوا الصور وعم تعرض على الشاشه، فهني اكيد قادرين على ربط الصوت الوصف بالصوره اللي عم بيشوفوها. نعود اليك يعقوب، يعني عم نقول من الفصح للفطر رح يكون في زاويه تصوير مفتوحه ومعده لاستقبال الناس، فهمنا صح؟ صحيح. مبدئياً الهدف كان تبعها هو نحاول نتواصل كفنانين بالوسط عندنا هنا، ونحاول مع بعض نخلق إشي اللي هو حتى نحيي نفسنا أولاً، ونبني كمان تعاون مشترك اللي يكون ناجح. جولي ويعقوب، قد توقعاتكم أنه أزمة كورونا وخوف الناس وقلقهم من أنه الاقتراب واحد من الآخر وفي ظل كل شروط التباعد الاجتماعي أنه يكون في عندهم خوف شوي لو بالأول من أني أقرب وأتصور وأكون موجود، في عندكم هالقلق؟ أكيد بطبيعة الحال بفكر الكل الآن، ولكن بفكر بنفس الوقت صار لازم شوي نطلع من التدريجية من الحجر الصحي، وواجب علينا أنه نأخذ احتياطاتنا، فإحنا كمان نوفر الاحتياطات اللازمة ليقدر الإشي يصير بطريقة آمنة للكل. مصطفى كمان شغلة صغيرة بس بدي أخص عن جد شكر كتير كبير للي شاركوا معنا، اللي هني
ببدا بميرا شلهوب اللي هي عملت الكعكي، والكعكي نفسها كمان كانت مستوحاه من شغلات مميزه اللي هي الارابيسك والمشربيه والشغلات الفن الاسلامي، فكانت الكعكي كمان مش مجرده، فكانت مستوحاه من هذا الشيء. وسما ابو حنا وبيلسان بنا اللي هن كانوا العارضات تبعونا اللي شاركونا الفكره، فشكر كثير كبير لهم على التعاون المثمر. وانا بشكركم انتم يعقوب نواصر وجولي دكور، يعطيكم العافيه بانتظار الصور الجميله والابتسامه على وجوه الناس من جديد بعد هالازمه وهالوقت العصيب اللي مرينا فيه جميعا. كل عام وانتم بخير. شكرا مستر.